فراح نحكي على القمة. أخيرا رجعنا اجتماعنا كعرب، وهذا حلم كل عربي إنه الرؤساء العرب يجتمعون بمكان واحد ويتصالحون وينسون مشاكلهم ويركزون على القضايا اللي تهم الأمة العربية كلها، خاصة إنه إحنا هسه في خضم أزمات عربية هواية، يعني سوريا، اليمن، مصر، العراق، ليبيا، فلسطين، كلها تعاني من مشاكل، بالإضافة إلى الحر اللي ضربنا وهارفر. أرجع أقولكم راح أشوفوا الفيديو. ما أقدر أروح يعني، ما أعرف شو أسوي. واحد ينق على سد باب رزقه يعني. طيب شوف هي دود هالكبرها بس مفعولها هارفر. المهم نرجع للعرب، فأنا متفائل هالمرة. بتلاحظون الابتسامة وقت فارغ مقياي اسمه هذا. فأنا متفائل إنه هالمرة هنطلع بنتيجة مختلفة عن باقي القمم العربية. هالمرة إن شاء الله يتحقق الحلم العربي، خاصة إنه هي اسمها قمة الأمل. مشروع الحلم العربي ووحدة المواقف والقرارات تسقط في صحراء موريتانيا، والقمة العربية 27 هي الأقصر والأضعف. على أساس القمة العربية كانت عبارة عن مؤتمرات صحفية وإعلامية. هي قمة أعتقد رتيبة، لم تكن القرارات جاءت باهتة. أن هذه القمة فشلت قبل أن تبدأ. أنا أشوفه مؤتمر فاشل. فقط مؤتمر فاشل، يعني لا يصلح حتى للكلام عنه، مؤتمر فاشل. نهائيا لا يصلح حتى للحوار فيه، مؤتمر فاشل، لكنه مؤتمر فاشل. مؤتمر فاشل. انا وجهة نظري كنور النعيمي مؤتمر فاشل. مؤتمر فاشل. افتهمنا يا ست مؤتمر فاشل، افتهمنا، دذلينا يعني، عرفنا يعني، تشوفينا متفائلين وخبصة، وعرفنا انه الحر طلع مؤامرة يعني. بس ارجع اذكركم بالفيديو، بشرفكم لحد يجيب طاري ما عليه. ست يعني هو اصرار، يعني هو التكرار بالكلمه يؤدي الى نفس النتيجه. افتهمنا فاشل يعني، لو رايح ذاك الرجال اللي ما يقدر نجيب اسمه او صورته هنا، لو نوذن كان قال فشله فشله فشله. زين حبيبي ليش فاشل؟ ايش بيه؟ مؤتمر قمه اكيد تحضيراته كانت تخبل، ومثل ما احنا سوينا مثلا من صارت القمه عندنا ب 2012 صرفنا 60 مليون دولار بوقتها وسدينا الشوارع خمس ايام، ورئيس ساحل العاج ضاح الموكب مالته بالبتاوين، والرؤساء بوقتها كل شيء ما شافه بطرق الصبات وافران حجي حيدر المعزله، حتى ريحه بقسم ماكو كانت. اي فيش مؤتمرات تحتاج تحضيرات يعني، مو لعب، رؤساء متجمعين بمكان واحد يعني، اكيد لازم ينعقد بمكان مثلا يليق بهم. موريتانيا دوله محدوده الامكانيات، نعم، ولهذا تم استضافه القمه في خيمه. جمعتهم بشادر فاتحه بغداد جديده هي. هذا اللي يفترق وزع جقاير جابيله ولا زين، من يخلصون اكل وين يغسلون؟ بهاي المغسله الحديد يشدون بها صونده من الحنفيه. وهذا ما دافتهم سر هاي الصونده هاي، ما اعرف ليش. وهذا الجهل يوقف يمك شايل خاولي منه، انا منشف عمي منشفه. زين ايجارها 3 ايام هاي الخيمه، يجوا وياها سيت كراسي بلاستيك لو ايجار واحد هذني. بس خلينا نتفائل يعني، ايش بيها الخيمه؟ مو ذاك الرجال اللي ما نقدر نقول اسمه هنا ولا نجيب طريق هالبرنامج لون وذن قاعد بخيمه واعتصم قال ما اطلع من الخيمه. بس ذاك كانت الخيمه مالته مواصفات، فتحه جلد، تبريد، كوشنات. والله ما دا اقصد على تقاطع حيدر دبل، انا دا احكي على هاي الخيمه هاي. المهم انه القمه انعقدت، وهذا بحد ذاته قمه. وانا ليش احب جماعتنا؟ لانه دائما متفائلين وينظرون الى الجانب المشرق من الموضوع، خاصه في مساله مشاركه العراق بهيج نوع من القمم. المساله ان هذه القمه قمه هامش وليست قمه متن. وحده العراق جاء الى القمه هذه منتصرا. بحثه العراق. الله، احنا رحنا منتصرين؟ ليش؟ ايش صار بالاسبوع الفات؟ انا ما تابعت اخبار، صار شيء جديد بالعراق؟ طلعنا داعش؟ لا. بغداد امان؟ لا. كهرباء زينه؟ لا. منتخب فاز بفد بطوله؟ لا. حاسبوا الفاسدين، حلت ازمه اقتصاديه، اختاروا وزير داخليه جديد، حمينا اعراضنا بنفسنا؟ لا. بعدنا نحتاج ناس تحمي اعراضنا. شنو صار شيء جديد بالعراق؟ ليش منتصرين احنا؟ لحظه. صح، اكتشفنا
اكتشفنا انه مركز هارفرد يلعب بالثرموستات مال الشمس وده يصعد الحراره. انا كم مره قايل لكم لا حد يلعب بالثرموستات. ارجع اقول لكم انتوا ايش بدكم تشوفون الفيديو اخوان؟ موجود باليوتيوب بس بتكتب بالبحث تلقاه اول واحد. الفيورز مثل ما هي ما قاعده تتغير. نحسين الله يسامحنا ان شاء الله ويسامح الثرموستات والفيديوهات ونرجع القمه. هسه رئيس جمهوريه سيد فؤاد معصوم راح يشرح لنا بالضبط شلون دخلنا من تصلين للقمه. حلوه مال القمه خاصه انه هو معروف دائما يحكيها طق بطق رجال ما يخاف يعني هو على سلطه تقريبا بالبلد وهي القمه مال الرؤساء. فمعصوم هسه يعطيك الحلقوم. اعتذر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن حضور القمة العربية في نواكشوط. حيث اعتذر الرئيس فؤاد معصوم عن الحضور لظروف وصفها بالطارئة. معصوم وين الحلقوم؟ زين بسكت زين لبن زين معصوم دقوم. هي شغلة واجب بشادر نص يوم ليش ما رحت؟ شنو ممكن يصير طارئ ما يخليك تشارك بمؤتمر القمة؟ معزوم عرس مثلا وناطح شاي لازم تروح سادين جسر الجمهورية وما دخلوك تطلع. ترى انت رئيس مو مثلنا احنا سايقين عينة 3 ساعات ننام بساحة التحرير انت تقدر تمشي براحتك. بعدين هو شغلك هذا انت رئيس جمهورية شغلتك تروح شوادر كل ما يريدون من عندك شغلة حط عقالك وروح. هي معروفة لو فواتح لو فصل لو فزعات ومرات تحضر اجتماعات الرؤساء يعني شغلة اي واحد بالعالم يتمناها. حتى من يسألوك وين كنت؟ والله قاعد ويا هذول الرؤساء. تعال احكي وياهم بالسياسة. أنا شو فهمني بالسياسة يا أخي؟ فوفو ليش ما رحت؟ إلقي كلمة سلم على الرؤساء يا أخي هلاو سوى علاقات عامة بي آر زين صيد بوكيمونات أي شيء. ادفع واجب ترى باشر أكبر ما حد يدفع عنا إحنا معاوزين يا ولد. حط لك 5000 بظرف ودزها بيد أي واحد من الولد جعفري عبودي أي واحد. ليش ما رحت فوفو ليش؟ الرئيس العراقي فؤاد معصوم لم يتمكن من الذهاب إلى نواكشوط لعدم وجود مخصصات في رئاسة الجمهورية لتأمين سفره والوفد الكبير الذي كان من المفترض أن يرافقه. أفا يا فشلتنا زين بيع واحدة من الجبسيات الطويلة مال الموكب بيعها يا خالي وروح فك بيها ضيجة مكان ما يمشي 52 خليه 50 وإذا كلش بيعوا كلب كينان بدفترين ونص شبيها ما طول هو ما يشتم وسبع دقائق شبشب بالسيارة تاليها قال ماكو وطقت بيع. فخامتك ليش ما رحت المؤتمر القمة؟ ما عندكم بيت؟ صدق ما عندكم فلوس يعني؟ أسوي سلفة من 10 ملايين دولار يا دوب تكفيك وأخذ أول اسم وأروح المالكي سهم الجعفري سهم كم خط أحمر على كم تاج راس لموه هنا وأخذ أول اسم مال القمة وأروح يا أخي. يعني فخامتك لو مخابر خطوط الجوية يعني ألو أنا فؤاد معصوم رئيس الجمهورية أريد أروح الموريتانيا على مود القمة وما عندي فلوس ما يخاف تودوني؟ أول شيء راح يلاقون صعوبة بالتعرف عليك بعدين راح يودوك عادي. معقولة عندنا رئيس جمهورية؟ بس راح يودوك وإذا ما قبلوا الخطوط الجوية نفرض يعني عندك فلاي بغداد ألو عموري شلونك؟ فالطيارة فدوة هيك عندي راحة سريعة الموريتانيا راح ينطيك صديقك الولد هو ولد خضراء انتو بيناتكم. بعدين هم الموريتانيين اصلا دافعين الفندق والاكل اكيد ما راح يخلوك جوعان يعني شادر مسوين وخبصه يعني تجي تقعد تلقى المناسف مصبوبه هيك وهذا بصفك يجي قاعد منشفه خالي منشفه يعني الروحه مكلفتك ولا دينار وبرا وبرا جاء اي رئيس راجع ايش يقول دربكم بس نزلوني وياكم. حلو يعني هسه رئيس جمهورية مال العراق ما راح لأنه ما عدنا فلوس. يلا هم خوش خطوة لمحاربة التقشف. أوكي لزمنا إيدنا. تعقد الجامعة العربية قمتها اليوم في موريتانيا حيث سيمثل العراق فيها وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بعد اعتذار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن الحضور. الجعفري منين جاب فلوس؟ إذا الرئيس ما عنده فلوس ده تضم من ورانا التأبيبه؟ مو احنا ولد شارع واحد ومنين دبرت فلوس التكتات؟ دا حسن بالقمقم؟ شوف فوفو تعلم دبرها ما عصى عليه شيء يا اخي ما يفوت هيك سوالف من سفرات وانسى ما يفوتهن. انا اعرفه جمع ليش كم فلوس ومتحضر ليش مواقف. انا بس عندي عتب واحد على الدكتور الجعفري بهاي الروحه.
ليش دكتور ما أخذت وياك عبودي؟ شلون قضيت الست ساعات مال الطيارة وحدك بدونه؟ على الأقل كان هو دفع لك فلوس التكتات يا أخي. قناتين وعنده يحصل عليه تكت الطيارة. حلو، يعني الجعفري راح وراح ويا التفاؤل والحلم العربي والأمل وكل شيء. إن شاء الله ورا هالقمة نبقى ويا جامعة الدول العربية ورا الخطاب اللي الله يستر من عنده. يا رب عديها سلامات إن شاء الله ومنطلع مثل بريطانيا ونديح. لا يختلف اثنان ممن يكتبون في شؤون الاقتصاد والجيوبوليتكس إلا وأقروا هذه الحقيقة. العراق وباقي الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط حظوا بهذه الكفاءة الرائعة والثروات المتعددة فيها، فيهم النفط، الثروة المادية، النفط، الزراعة والأنهر والموقع الاستراتيجي. صح، أنا أتفق وياك دكتور. أتفق وياك دكتور. العراق فعلاً ملتقى الثروات بنفط وماء وقاع صالحة للزراعة وموقع استراتيجي وكل شيء زين بالكرة الأرضية، بس مشكلته ما عنده فلوس يروح بها الرئيس للقمة. طلعونا نص ثروة يروح بها الرجال خزيتونا، حتى لو تملوا له قلن النفط يروح بهم يعطيه مكان الفلوس. شو عندنا ثروات احنا؟ هن جبسيات اثنين حاطين للعزة وراح نبيعهن. زين شنو الاشياء اللي راح نحصلها احنا كعراقيين من هاي القمة؟ طموحنا احنا شنو؟ يعني تعرف باشر عقب اخاف تصير لغوة منا من ناوي الارهاب. الدول العربية تقدر تدعمنا مثلا ايش كم مدرع على دبابة على طلقتين، يعني على ايش كم فلس؟ باشر عقب واحد يوقع بعوزة. شنو طموحنا من القمة احنا؟ ربما كان عندي سقف معين من الطموح، فجاءت اليوم موريتانيا وأرتني طموحا أعلى، هذا الشيء جيد. لا أقول أنها أشبعت طموحي 100%، ولكن بكل تأكيد حققت شيء مقليل من طموحاتي. عم إبراهيم يا سقف، ترى أنت قاعد بشادر. وأشبعت شنو أشبعت؟ ظليت للثالث الدور مواجهة عم إبراهيم. بعد ما أخذت الرئيس وياك إذا هيك خطية وجه أصفر بخطية باع الجمسيات، يعني تضحك عين تبكي. يعني يا ستة شو بعد طموح؟ هو صراحة خوش طموح ينزلون بالثالث. ألف عافية بيبو، ألف بربك تتغور معصومته. عيني عيني جيت الموريتانية وشو بعد طموح؟ تونست ولعبت وقعدت ويا رؤساء. شلون كانوا مسوين طموح التمن بالثالث؟ يموت يموت وانت قاعد هناك وحدك، ما عندكم بيت. عيني عيني معاليك. مرة لخ لا تصير أناني واخذ وياك عبودي، خلي يشبع وياك طموحهم ويحب الطموح. ليش وحدك تشبع التاني؟ زين حلو، ما دام احنا طلعنا بنتيجة وكالعادة لا شيء، خلي نشوف شنو أهم الأشياء اللي صارت بالقمة باعتبار احنا ما استفادينا منها. قمة اعتيادية، وأنا متأكد الكل راح يكون مركز على الخطابات المهمة اللي راح تنقال. ما عليكم بهاي الهوسة، مو أعراض، هاي عادي، المهم الكل مركز إلا الحجي هنا شوي بالتليفون. وفي جزر القمر أخذ غفوة. الحجي هنا قرر يأخذ سيلفي، يمكن ده يجرب فلتر جديد مال سناب شات. هنا هذا الحجي نعس سودة علي خطية لي ورا كلش وقف الصورة، ادخل زوم، هذا الأخ هم نعس خطية. خاله هنا أنا ده أسوي تشيكين بالفيسبوك، يمكن ده تكتب آت القمة. الجعفري مدري بيش التهى، ركز لا تفضح نهيمة ركز. الوفد المغربي بلش ينام شوي. الجعفري بعدها ملتهي، عوف أم الأوراق وركز بالكلمات. وأخيرا وفد جزر القمر، أكثر وفد استفاد من القمة، قضاها بس نوم. وهو هذا أهم ما جاء في القمة. سوري ايه، ف دائما بالقمم من تصير خطاب ايه، فواحد كل شيء يركز بيها. مهم مشاهدينا، وبهاي الطريقه نكون احنا حلينا مشاكلنا ايه اوكي، وقدرنا انه واحد يسمع الاخ ويركز بيه ويعرف شنو المحتاجه بالضبط، خاصه انه احنا العرب محتاجين واحد يحكي ويا الاخ دائما. شنو ها؟ اوكي بس لحظه، بوكيمون لحظه دقيقه شباب، شوفكم بعد الفاصل.